كتير ارهام. دي جت من قد ايه؟ دكتور رأفت فين؟ قفل موبايله؟ طب خلاص انا هجيلك حالا. حاضر. بقولك ايه، دي لحقنة فولترين، وخلي رؤوف يعمل لها التراسونيك، واعمل لي شاي بلبن. باي. والاحساس بالرفض ده من ناحيه كل رجاله ولا ماما؟ حبيبي يا سعاد. ايه؟ قوم. ايه محمود؟ انت لابس كده ليه؟ انت خارج ولا ايه؟ في حالة طارئة جت المستشفى، لازم اروح اشوفها عشان شكلها كده هتحتاج جراحة. طيب. انت ايه اللي منامك هنا؟ ابدا. قعدت اتفرج على فيلم عربي انعست. ماشي، عايزة حاجة؟ لا يا حبيبي، خلي بالك من نفسك. خد حد من الدواليب اللي بره معاك، الوقت اتأخر واحنا في حتة مقطوعة. لازم يعني يا ماما بيقف قدام المستشفى بيرعبوا العيانين. امشي امشي. خلاص حاضر حاضر، ما انا لسه عيل صغير، هاخد حد معايا. هترجع امتى؟ والله يا ماما شكلها كده صباحي. ربنا يقويك يا حبيبي. لا اله الا الله، الحمد رسول الله. يلا اطلع نام فوق. اخد انهي دولاب؟ الست درف. حاضر. يا رب يا شرف، يا رب يا رب، ماليش غيرك يا رب. انا خايفه قوي يا ماما على شرف. امال انا اقول ايه؟ امانه في ايه يا ماما؟ يا رب يا رب يا رب، انا وحيده يا رب، بناتي لوحدهم يا رب، ما اشوفش فيهم حاجه وحشه خالص يا رب يا رب، عشان خاطري يا رب. فين دكتور؟ بنتي عامله ايه؟ طمني، ربنا يخليك يا فندم. الحمد لله هبت كويسه. احمدك واشكر فضلك يا رب، احمدك واشكر فضلك. هي الحاله كانت صعبه شويه بس الحمد لله ربنا سلم. الحمد لله. بس هي ما كانتش بتشتكي دايما من الم في جنبها؟ لا ابدا يا دكتور، دي كانت زي الفل. انتفاخ بس يا اخويا، انتفاخ بس اللي كان بيجيلها. غريبه دي ازاي، ده كانت على وشك الانفجار. يا لهوي انفجار، طب وعملت ايه؟ اهدي، ما فيش حاجه. خلاص يا فندم، هي بقت كويسه. هي بس اكيد كانت بتتعب وبتطنش، ما تقولكوش. هي دايما كده يا دكتور، طول عمرها عماله تأذية. يا حبيبتي يا شرف، كلنا الحمد لله. الحمد لله. تعالى معانا يا دكتور محمود عبد الخالق. ايه ده؟ هو انت صاحب المستشفى؟ وانت مالك؟ عيطي عيطي. اه صاحب المستشفى. ايوه بس حضرتك سنك صغير. وانت كمان مالك؟ عيطي جنب اختك. يا فندم مفيش حاجه. وحضرتك مالك؟ خلاص. هي اللي تسالني. انا دارس في امريكا ودخلت الكليه وانا سن صغير. ما شاء الله، باين على صوابعك. بعد اذن حضرتك يا فندم. صحيح انتوا ممكن تستنوا في الاوضه، هي في الافاقه دلوقتي، اول ما هتفوق هيجيبوها بالترولي. لا لا لا، احنا مش هنتحرك، احنا هنفضل واقفين لغايه ما تقوم بالسلامه. خلاص اوكي، بعد اذنكم. اتفضل. الحمد لله يا رب. الحمد لله. بتبصي فين؟ خليكي معايا. سلحي خير؟ أيام سلحي خير؟ ايه حصل؟ امتى الكلام ده؟ طب انا جاي حالا. شرف، الحمد لله، ألف حمد لله على سلامتك. يسلمك. عاملة إيه يا نور عيني؟ الحمد لله كويس. ألف سلام عليكي يا شوشو. على مهلك يا بت. بقى كده برضو يا شرف تاخديني عليكي؟ الله يسلمك يا منى. كده برضو يا شوشو اللي تعمليه فينا؟ نروح بقى شغلنا إحنا إزاي دلوقتي؟ أنا آسفة يا دودو. يروحي فداكي ألف شغل. إن شاء الله حتى يرفضونا، أنا أصلا المدير بيتلكك لي. اتفضل. صباح الخير. صباح النور، الدكتور جه. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا، طمنا يا دكتور. صباح الخير. صباح النور. اخبارنا ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويسه، بس الالم فظيع. تسمحي لي اكشف؟ يا ريت. الم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الجرح كويس، هو البنج بس اللي بدا يروح. دكتور
تشرب حاجة حضرتك؟ تشرب جلوكوز ولا حاجة؟ لا يا فندم ميرسي. احنا بس هنكتب لها على بنج اوكي. بس وكل حاجة هتبقى زي الفل ان شاء الله. ما شاء الله عليك، واضح ان انت متخصص في الزايدة. تعبناك معانا معلش. لا يا فندم ولا تعب ولا اي حاجة خالص. على فكرة بقى، ماما واخواتك بيقلقوا عليك قوي، لو تسمحي لي يعني بصراحة هم عندهم حق. لو اي حد عنده اخت ظريفة ورقيقة زيك كده لازم يخاف عليها ويحبها قوي كده. هيا دكتور، تحب تشرب حاجة؟ لا خلاص بنج. هنديلها بنج يا فندم، ما تقلقيش خلاص كل حاجة تبقى كويسة. ندي لمين بنج؟ البنت لسه فايقة من البنج. مسكن يا فندم، مسكن. مسكن، هنديلها مسكن. شكرا. حضرتك خليك قاعد لغاية الجرح ما يلم. لا يا فندم يلم براحته بقى. اوكي اتفضل، عايز حضرتك اتفضل. مع السلامة. بعد إذنك. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. دكتور! خير، في حاجة؟ لا انا اللي عايزاك بره، عايزاك بره. اوكي اتفضل، خلي بالكم من خطوكم، شوفوها بقى. اتفضل يا دكتور ديار. حاضر يا فندم. دكتور لو سمحت من فضلك طمني، اصل احنا دايما بنتعالج في المستشفى بتاعه الشرطه، قلنا نيجي هنا عشان انا كنت قلقانه وانتوا جنب البيت. بيني وبينك كده، بنتي كويسه يا فندم؟ ما تقلقيش، دي طلعت ولا نزل الزايده يعني؟ سامحني اصلا انا كنت ادبي، هي حقيقي الزايده ملهاش لازمه. ما تقلقيش، مفيش اي ضرر على بنتك. الحمد لله، ربنا يخليك. اكيد ماما هتمسك الدكتور بره وهتعصره عشان تطمن عليك. طبعا، ودي حاجه تفوتها، دي ما تبقاش نور عز الدين. انما يعني يا بنانيت كده ما خدتوش بالكم من حاجه؟ طبعا خدنا يا بنتي، ان الدكتور الوسيم الامور عينه من الست شرف عبد الجبار. ليه بقى؟ هو حب من اول نظره. طيب يا ستي اتريقي قوي، وبكره تشوفي وتقولي دودي اختي قالت. انا مضطر بس اخد المكالمه دي. اتفضل خدها. الو، خير يا ماما؟ مال صوتك فيه؟ امتى حصل الكلام ده وانت فين؟ طب انا جاي لك حالا. ما جيش ازاي بس؟ طب اقفلي يا ماما، انا جاي. مع السلامه. معلش يا فندم انا مضطر امشي، انا اسف. لا اتفضل اتفضل. معلش انا اسف. خير ان شاء الله، انت عامل خير ان شاء الله. ربنا يوقف لك الخير. شكرا يا فندم. اتفضل. هيا بنات طمنوني، أنا مبسوطة الدكتور طمني وقال لي صحتك زي الفل. الحمد لله. بس معرفش مامته كلمته، وشه صفر بقى زي الكتكت وجري على طول. يا خبر يا ماما، تلاقيها تعبانة ولا حاجة. استلمي بقى يا ستي، حماتك تعبانة من أولها، شكلك هتشتغلي ممرضة. إيه إيه، في حاجة؟ لا يا ماما مفيش حاجة، ده بتقولها يعني إن الدكتور محترم وذوق وابن ناس جدا. وأنت سمعتيها وأنت بعيد عنها وأنا اللي جنبها ما سمعتش؟ لا يا ماما، ما أنا سمعتهم بالإحساس. احساس ايه؟ مالك؟ ايه؟ الموبايل سخن، ما تردي. اصلي ماما، لا مش هينفع ارد على التليفون طبعا، اصل هي اكيد واحده صاحبتي من الشغل، وانا لو رديت عليها هتكون عايزه تزوغ من اوردر وعايزه تشيله لي، يعني يرضيك يعني. لا خليكي قاعده معايا النهارده. يا روحي، هو انا هسيبك وانا ليا غيرك في الدنيا؟ ايوه احنا ما فيش حاجه ابدا تفرقنا عن بعض، انت لازم تقعدي معانا. اقعدي معانا واقعدي معانا، يا ربنا يخلينا لبعض وتستقردوني. في اي عيال؟ ما فيش حاجه. امال ايه يعني؟ على فكره الدكتور ده محترم وباين عليه شاطر. بس جريء. ايه اول ما يشوفها يقول لها جميله ورقيقه؟ ايه شغل الوساده الخاليه دي؟ يا ماما عليكي، اما انت بتدققي في تفاصيل يا ستي. بيجاملها، بيرفع من معنوياتها، مش حاجه. يعني ايه جاملها؟ دي جايه تعمل عمليه الزايده، يا جايه تنفخ شفايفها. جه الاخر زمن.